أيها الأخوة المواطنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرة أخرى تحية لكم طيبة مباركة من ملعب الطائر بالرياض. أيها الأخوة المواطنون، قبل لحظات نزل فريق الحكام كما نزل أعضاء الفريقين، فريق النجمة اللبناني الضيف وفريق نادي النصر السعودي، نزلوا إلى أرض الملعب استعدادا لبدء هذه المباراة الكبرى في كرة القدم. إلا أنني أرى مدرجات الملعب قد غصت بالجماهير من هواة كرة القدم ومشجعيها، فمنذ ساعات بدأت الجماهير الكثيرة تتوافد على الملعب وتتخذ أمكنتها في لهفة وشوق لمشاهدة مباراة جميلة ممتعة تظهر فيها تنميات الفريقين ويظهر فيها العرض الرياضي. فالنصر والنجمة يتمتعان بوجود لاعبين ممتازين مهرة ومجموعة متفاهمة متعاونة. أيها الأخوة، لحظات وتبدأ هذه المباراة الكبرى في كرة القدم، وهتافات الجماهير تسمعونها معي من خلال الميكروفون، وأترك الآن الميكروفون إلى المعلق الرياضي الأخ نادر العيد ليقدم لكم وصفا تفصيليا لهذه المباراة. أيها الجمهور الكريم، أرحب بكم مرة ثانية في لقاء النصر والنجمة اللبناني، ويعتبر هذا اللقاء هو اللقاء الثاني، فقد سبق أن لعب نادي النصر مع النجمة وكانت نتيجة المباراة 1-0 لصالح النصر. وأرى الآن فريق النجمة اللبناني وهو يسنتر الكرة في الوسط استعدادا لبدء المباراة. صفر الملعب ولعب الكرة نمرة 11 وإداها الهفاك وماشي نمرة 6 ولعبها وانقطعت منه ولعبها سعود أبو حيدر ماشي فيها أبو عيد وإداها لجرين ورجعها ثاني مرة لحسن أبو عيد وماشي بالكرة. يا سلام، وإداها سعيد غراب، سعيد غراب ماشي بالكرة، وإداها سعد الجوهر، يا سلام فات من اثنين وماشي، لكن قطع الكرة يا خسارة وماشي فيها. وإداها نمرة 9 أبو طالب، وأبو طالب ماشي بالكرة ولعبها باص وأوفسايد على نمرة 17. أحمد كتلة موسى فايد آسف، الكرة فاول على سعود أبو حيدر، حسيت نمرة 6 إبراهيم يصلح الكرة ولعب الكرة أوفر طويلة وطلعت الكرة أوت. الكرة الآن في مربع 7 وشافها سعود أبو حيدر وماسكها حسن أبو عيد وفات منه وإداها للجنين والجنيني ماشي. يا سلام، لعبها في النص سعد الجوهر، سعد الجوهر لعبها للبنيني مرة ثانية ولعبها من فوق سعد الجوهر، لعبها ضد سعيد غراب، يا سلام، ولعبها سعد الجوهر أيضا ضده لكن رجعها السنتر هذا. واو، فجل الكرة وماسكها سعيد بن حيدر وماشي بالكرة وإداها سعد الجوهر، سعد الجوهر ماشي ولعبها لمحمد سعد ومحمد سعد ماشي بالكرة وبيلعبها باص لغراب لكن قطعها السنتر هذا. وماشي نمرة 6 وإداها أبو طالب وأبو طالب معاه الوجيه لكن فات منه ولعبها لنمرة 7 وماشي بالكورة نمرة 9 وفات منه لكن قطعها بيده سعد الجوهر وحاول ولعبها كورة طويلة لسعود أبو حيدر، أبو حيدر ماشي بالكورة ولعبها باص للوجيه والوجيه ماشي بالكرة ورفعها اوفر لكن قطعها نمرة 8 فريق النجمة وماشي بالكرة. يا سلام، وماشي أبو طالب ولعب الكرة 1-2 ولعبها نمرة 7 لكن اوفسايد. يا خسارة، لعيب صغير، لعيب صغير بيرفع الكرة اوفر طويلة لكن قطعها نمرة 3 وسعيد غراب فات بين اثنين. يا سلام، سعيد غراب وماشي سعيد غراب وعدى من ثلاثة انفار لعبها باص الوجيه مع الكرة
ولعبها الوسط وماشي حسين ابو عيد. حسين ابو عيد لعبها طويله لمحمد سعد وكلفها طويله، لكن فاول جول على سنتر هاف لانه ضرب محمد سعد من خط ال 18 في مربع واحد. الجمهور بيصيح وبيصيح عايزين جول. حيشوف الكورة الدنيني جنبه سعيد غراب، ولعب الكورة سعيد غراب وطلع نصر جوهر جاتها طويلة فوق. يا خسارة نصر جوهر، لعب كورة طويلة فوق مرة واحدة. انا شايف ان الحكم لسه بيرجع الفاول ثاني لانه ما صفر. يصلح الفاول الدنيوي وشاف سعيد غراب اوفر طويله مهدي وضربتها عند الباب وطلعها بيده سنتر هاف، لكن صفر الحكم لانه دف بيده ولعبها طويله سعيد غراب لكن قطعها واستلمها سعيد غراب فعلا وماشي حسين عيد ولعبها ناصر وطويله. ناصر لعبها محمد سعد، محمد سعد بهدي للغراب، الغراب بيحاير وبرضه بيحاور فات من اثنين. يا سلام يا سلام، ولعبها طويله لكن محمد سعد سلامها. يا سلام مسكها الحار، شوطه حلوه مسه حلوه برضه. يا سلام وجلعها باره وماشي عيد الصغير ولعبها سعد الجوهر وحسن ابو عيد ماشي بالكوره رجعها ايضا سعد الجوهر. سعد الجوهر بيغزل وماشي بالكوره. يا سلام سعد الجوهر، سعد الجوهر ماشي بالكوره واداها طويله سعيد غراب لكن بعيده عنه، استلمها الحارس وشاتها الحارس شوطه طويله في مربع نمره خمسه يرجعها نصر الجوهر لحسين ابو عيد. حسين ابو عيد بعدها بهدي للدنيني، والدنيني بيثبت الكوره الان لكن قطعها من الباك. يا سلام لعبها طويله ورجعها سعد الجوهر. سعد الجوهر الان مع الكره لكن فاول على نمره 6، فاول لصالح النصر. سعد الجوهر لعبها حسين ابو عيد، حسين ابو عيد ماشي ولعبها باص لكن انقطعت واخذها الوجيه وشات الوجيه شوته لكن ضعيفه وبعيده شويه عن الباب. الحارس في نطه الكوره وماشي حد خط ال 18 شاف شوته طويله ورجعها لجوهر والكوره الان بين سعيد غراب ونمره 8 لكن قطعها منه نمره 6 ولعبها ايضا سعد الجوهر. وسعد الجوهر دفه من وراء اللاعب نمره 17 وفاول جول على اللاعب نمره 17. سعد الجوهر لعبها لاخوه ناصر الجوهر، ناصر الجوهر بيرفع راسه هيرفع فوق وفعلا رفعها اوفر طويله لكن مسكها الحارس. برافو لعب الحارس كره طويله واستلمها سعود بن حيدر ولعبها باص طوال لسعد الجوهر ولعبها الوديع ايضا والوديع بيغزل الباك اللف الباك الرائد اسف ولعبها طويله واستلمها محمد سعد وضربتها عند الباب لكن طلعها تاخذه سنتر هاف واستلمها سعد الجوهر ثانيه ومسكها سعيد غراب ولعبها باص. يا سلام للدنيوي لكن الدنيوي شاتها شوطه ضعيفه واستلمها سنتر هاف ومسكها الجوهر الان ويطلعها حسين ابو عيد. حسين ابو عيد معه 17 واخذها منه نمره 8، نمره 8 اخذها الجوهر منه ثاني مره ولعبها معيد الصغير واداها طويله لمحمد سعد. محمد سعد معاه اثنين وفات منه ولعبها عرضيه وطلعها السنتر هاف لابو طالب. ابو طالب ماشي بالكوره وصفر فاول جول على عيد الصغير.